في ظل المخاطر المتصاعدة حاليا في أوكرانيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، فرضت قضية السلامة والأمان النووي نفسها على المحادثات الدولية، ولذا يكتسب يوم 29 من أغسطس أهمية خاصة، حيث تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة التجارب النووية. وفي هذا اليوم تؤكد الأمم المتحدة مجددا على ضرورة منع التسلح النووي وتحقيق أعلى درجات السلامة في استغلال الطاقة النووية بالأغراض السلمية. ويقام احتفال خاص في الأمم المتحدة بهذه المناسبة بمشاركة عدة منظمات دولية، يأتي على رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تستعد في 16 من سبتمبر المقبل لعقد مؤتمرها العام، والذي ستناقش فيه المخاطر الحالية المتعلقة بالسلامة النووية، خاصة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وأيضا الصراع في الشرق الأوسط.